أنا سيد توفيق عبد الوهاب من عزب الدياب تبع حرس، شغلتي فلاح، بس أنا حالياً الوقت ما عملش في أي حاجة، لأن كنت راكب عربية وعملت حادثة يعني فيا ضلعتين مكسورين، وحالياً الوقت مخضر ب 100 جنيه من الشؤون، والبت دي حالياً الوقت عندها 10 سنين، أما أجري عليها وهي عندها 8 سنين بالظبط. في الأول رحت وهي كان عندها 2 سنين، رحت بها أسيوط، قالوا العملية دي ما تتعملش إلا لما تكمل 8 سنين. من 8 سنين لحد الوقت وانا مجري بيها ومش لاقي لها اي حل، كل دكتوره ما يشخص حاجه، مره واحد يقول لك دكتور يقول لك ايه ده فك وخدين، وفي دكتور قال لك ده ورم، ودكتور تاني قال لك ده تجمع دموي، وانا مش عارف، وكل واحد يقول لي على حالها روح المستشفى الفلانيه فكذا اروح. فانا الوقت انا عايز بس اعمل عمليه بت، لان انا لو عقل البت دي عملت العمليه ورجع زي العيال أبا كأني لقيت الدنيا كلها، كأن الدنيا كلها معايا، لأن هي عيانة أنا كأن أنا اللي عيان. أنا فاطمة محتمد عبد الغني، أنا أم مريم. إحنا والله مريم من ساعة ما اتولدت وهي كده، رمحنا بها كتير والله لحد ما كمل 2 سنين. تقول لي أنا مش مرضى زعل حد لما ألعب أنا وأطفال عشان محدش يعيرني أبويا، هي عشان محدش يقول لي على فوشي ده، هي وفي المدرسة العيال ما تضايقها. احنا عايزين بس اهم حاجة ربنا يشفيها، من بعد ما ربنا يشفي مريم مش عايزين اي حاجة تانية من الدنيا. اسمي مريم ستة وفكاة دلوقتي، عندي يعني دخلة في العيشة راح رابعة، انا عايز اعمل عملية وبحلوة زي العيال.